جرى صباح اليوم بأمانة العاصمة تسليم معدات الصيانة وقطع الغيار لآلات ومعدات مشروع النظافة برداع بتكلفة إجمالية تصل إلى 20,000 دولار وبتمويل من منظمة اليونسيف. إلى التفاصيل. شحة الإمكانيات وندرة الموارد التي يفرضها الحصار العدواني على وطننا أثرت على كافة جوانب الحياة ومنها البيئة والصحة ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي بمحافظة البيضاء. وبتمويل من اليونيسف تسلمت السلطة المحلية برداع صباح اليوم معدات الصيانة وقطع الغيار لمشروع النظافة برداع، حيث جرى استلام وتسليم المواد بأمانة العاصمة وبحضور مدير عام مشروع النظافة بمحافظة البيضاء ومندوب المنظمة المنفذ للمشروع المؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية. نقوم به نحن صندوق النظافة والتحسين برداع استمرار العمل في صندوق النظافة رغم الحصار رغم العدوان رغم هذا، لكن بنبذل كل إمكانياتنا وبجهود الأخ محافظ محافظة البيضاء الشيخ علي المنصوري قام بتكليفنا للعمل باستلام قطع الغيار من منظمة الصليب المنظمة اليونيسف. اليوم خرجنا لفحص المعدات واستلامها الخاصة بالمعدات النظافة والتحسين، منها أدوات معدات حق شيولات حق بوابير تابعة للصندوق النظافة، وإن شاء الله اليوم نعمل عملية الفحص ونستلم اليوم إن شاء الله ونوصلها إلى الموقع للتركيب والتشغيل إن شاء الله. لهم قطع غير حق المعدات حق صندوق النظافة، منها حق الفرامات وحق الشيول والتوائر والزيوت، وتساعدنا معهم في الأسعار كأنه دعم يعني جهودنا معهم، ها دعم تخفيض في الأسعار يعني يعملنا الواجب قدرها معاون إنسانية. المشروع الذي تصل تكلفته إلى 20,000 دولار يستهدف مجالات المياه والنظافة في محافظة البيضاء والتي تسعى إلى تحقيق مستوى صحي مناسب للمواطنين خصوصا في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المتنقلة والمتوافرة في المخلفات المتنوعة. دخلتنا في جانب الوش كمنظمة مجتمع مدني بشكل رئيسي في مدينة رداع تتمثل في عدة جوانب، منها المياه والإصحاح البيئي يتمثل في النظافة والتوعية وحملات إزالة المخلفات في أماكن المدن، كذلك تأهيل وصيانة المعدات الخاصة بصندوق نظافة رداع. حاجات الصيانة للآلات والمعدات الثقيلة والتي تحقق بتوافرها مستويات معيشية لائقة للمواطن تعرضت للنفاد في ظل الحصار الذي تفرضه قوى العدوان على وطننا، إلا أن مثل هذه المشاريع التي تمولها منظمات الأمم المتحدة تبعث ولو قليلا من الأمل في نفوس العامة في انجلاء آثار الحصار والعدوان وعودة المستوى الطبيعي للحياة الذي استهدفته قوى العدوان.